موافقة الحكومة الموقرة على خطة تطوير عمل المجلس المناقصات والمزايدات بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كان له الأثر البالغ في عمل المجلس وخدمة الاستثمار. هذا وقد وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد على خطة لتطوير عمل مجلس المناقصات والمزايدات من شأنها تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل وإضفاء مزيد من المرونة من خلال توظيف أوسع للتكنولوجيا في أعمال المجلس. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة هيام العوضي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات. بداية، ما أهمية التطوير الذي قام به المجلس للخدمات المقدمة للمزودين والجهات الحكومية؟ مساء الخير. طبعا مثل ما تعرفون بدأ عمل المجلس في عام 2003 من حوالي يعني 14 سنة. طبعا النظر والبدء في جميع المناقصات الحكومية تحقيقا لأهدافه السامية المتمثلة في تعزيز الشفافية والنزاهة والمنافسة وتكافؤ الفرص وتشجيع جميع الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية وحماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة. في عام 2000 في عام في العام الماضي قام المجلس بإعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل المجلس ليتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من خلال استخدام التكنولوجيا والانتقال إلى خدمات أفضل في عمليات طبعا طرح وترسيات المناقصات وتحسين بيئة العمل وتحسين الكفاءة والمرونة في الأداء. بناء على الخطة الاستراتيجية اللي قام فيها المجلس والمبادرات قم بعرض المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية ومبادراتها على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. ولله الحمد طبعا حصلنا على الموافقة الكريمة من اللجنة الموقرة، وبناء عليها تم عرض مقترح بتطوير عمل المجلس على مجلس الوزراء الموقر في جلسته المعقدة اليوم. نعم الأستاذة هيام العوضي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، شكرا جزيلا لك.